بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أنا الحاج محمد طيب إسماعيل غزال الملقب بشيخ المجاهدين، أنفي قول هؤلاء العصابة الكاذبة، عصابة الأسد الكاذبة، الذي يقولون أنهم قتلوني وأنا حي أرزق. واليوم 12/11/2012، اليوم الاثنين، وأقول لكم كما قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هؤلاء عصابة الأسد كذابون كلهم، ويفترون ويقولون غير الحق. قل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.